لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي: كان الملا محمود لدهامة إمام مسجد صغير في مدينة تكريت في الستينات من القرن الماضي. كنت يافعاً وكان لي شغف بمراقبة الملا، وهو يتخذ كل صباح مقعده الأمامي الدائم في إحدى مقاهي سوق تكريت الكبير، يراقب الرائح والغادي والابتسامة الخارجة من قلبه ترتسم على وجهه البشوش. والذي أثار فضولي أنه كان يهب واقفاً وينحني عشرات المرات دون كلل ولا ملل للرد على أي عابر سبيل يسلم عليه. سألته: ألا تتعب من المجاملات والتحيات والسلامات؟ قال: لكل منا هواية، وهوايتي رؤية فرح العيون وبشر الوجوه. قلت: هل تساوي بحبك هذا بين جميع الناس دون تمييز؟ قال: إن الإنسان لدي بشخصه، فإن كان مسكونا بالفساد فسأدعو له بالعافية، وإن كان معافا في داخله وسريرته فسأدعو له بدوام العافية. أما لونه ودينه وطائفته وأهله وعشيرته وأمواله فلا تزيد وزنه لدي ولا تنقص بهذه الكلمات القليلة. لخص هذا المعمم الفيلسوف الراحل محمود لدهامة مواصفات الظالم والعادل من الحكام والصادق والمنافق. ما يجري اليوم في العراق تحت عباءة المعمم التابع لإيران يشير إلى تأثير استخدام المفاهيم الخاطئة للدين وفهم النصوص الشرعية. فالإطار والتيار يدعون أنهم ممثلون عن الدين والشريعة السمحاء. الوجود الفاعل الكبير اليوم لإيران في العراق تحت عمائم حلفائها قادة الأحزاب والفصائل المسلحة الطائفية دليل على صحة مبادئ هذا الشيخ الجليل، وتعبير عن الخلط البين بين النور والظلام وبين الحق والباطل وبين الخير والشر. وما يدور في بغداد هذه الأيام يترجم كلام الملا محمود دهيمة، فالإطاري الذي ظل سنين طويلة يدوس بحذائه الطائفي الانتهازي العميل على الديمقراطية والدستور وعلى الدولة ومؤسساتها وقوانينها، يجيش أتباعه اليوم بعشرات الآلاف ليحاصر بهم الصدريين دفاعا عن الديمقراطية والقانون ولحماية الدولة ومؤسساتها ومصالح الشعب والوطن والدين. بالمقابل يخرج عليه مقتدى بأعوانه الصدريين وبعشرات الآلاف أيضا لاحتلال مؤسسات الدولة وتعطيل عملها لإرغام إخوته الإطاريين على الرضوخ، وعلى تنصيبه زعيما أوحدا وقائد ضرورة يأمر وحده ويطاع، ودفاعا أيضا عن الديمقراطية والقانون ولحماية الدولة ومؤسساتها ومصالح الشعب والوطن والدين، وهم كلهم من طينة واحدة. يقول الكاتب مزهر جبر الساعدي: من بداية تسعينات القرن الماضي كان المسؤولون الأمريكيون يستخدمون لغة فريدة من نوعها في مخاطبة مجلس الأمن الدولي، وكان الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية أو مستشار الأمن القومي الأمريكي يطلبون من المجلس إصدار قرارات، وكان أغلبها ضد العراق. استمر هذا الوضع لغاية 2002 بعد عقد أو أكثر قليلا فشلت أمريكا في أن تنتزع من مجلس الأمن الدولي ما يفوضها استخدام قوتها العسكرية الظالمة أو فرض عقوبات دولية باستثناء قرارات ضد ليبيا وعقوبات اقتصادية ضد كوريا الشمالية. أما ما عداهما فقد فشلت في الحصول على أي قرار دولي يبيح لها أن تفعل ما تريد تحت غطاء أممي لصالح أهدافها التكتيكية والاستراتيجية. هذا من جانب. أما من الجانب الثاني فإن أغلب دول العالم، دول عالم الجنوب أي دول العالم الثالث، باتت تتحين الفرص للإفلات من القبضة الأمريكية بأي طريقة، وما أكثرها في هذه السنوات في ظل عالم متعدد الأقطاب أو عالم سائر إلى عالم متعدد الأقطاب من الجانب الثالث، فقد تراجعت أمريكا اقتصادياً. فشلت أمريكا كليا حتى الآن في إعادة صياغة الأوضاع في العراق حسب ما تريد أو ما خططت له عليه، فإنها ألحقت ضررا استراتيجيا بها وبالعراق. ولمعرفة لماذا حصل هذا علينا أن نقرأ تداعيات حربها واحتلالها للعراق في التالي: صعود الصين وروسيا كقوتين عظيمتين ومنافستين لها على جميع الأصعدة،
لقد استثمرت كلا الدولتين انشغال أمريكا وتورطها في الحرب في كل من العراق وأفغانستان على مدار عدة سنوات، ما جعلها تخسر ماديا وبشريا واعتباريا، إضافة إلى فقدانها ثقة العالم بها. وبدأ العالم ينظر لها كقوة غازية لا تتردد في غزو واحتلال أي دولة تمارس حقها في الاستقلال والسيادة. كلا الدولتين العظميين عملتا بهمة ونشاط على تحديث أسلحتيهما الهجومية، مما قلص إلى حد كبير الفارق بينهما وبين أمريكا. في النهاية أقول إن أمريكا في احتلالها للعراق دمرته ودمرت ذاتها، أما فيما يخص استراتيجيتها الكونية فلم تحقق أي منها على أرض الواقع، بل إن ما حصل هو العكس تماما، فقد تراجعت على جميع الأصعدة حتى في الداخل الأمريكي الذي يئن مجروحا تحت وطأة هذه الخسارة وهذا التراجع الاستراتيجي. تقول الكاتبة ولاء سعيد السامرائي: بالتوازي مع ما يحصل واستمرار إغراق البلد بالكلام عن الفساد ونشر تسريبات خطيرة ورسالة من وزير المالية المستقيل تفضح فساد كل الطبقة السياسية بضمنهم تيار مقتدى الصدر، يعيش العراقيون منذ شهور حملات إعلامية واسعة تبشر بالتغيير الحكومي، حيث أنشأت قنوات وظهر صحفيون جدد للحديث عن القادم الواعد وعن حكومة وطنية غير فاسدة وبدون محاصصة تعيد للعراق سيادته ومكانته. وبرز شخصيات مختلفة المشارب، منها تابعة لنظام المنطقة الخضراء ومنها شخصيات غير معروفة تتكلم ومن داخل العراق بنفس خطاب العراقيين الوطنيين وثوار تشرين الذين وقفوا ضد الغزو وضد الاحتلال والعملية السياسية دون أن يتعرضوا للقتل أو المطاردة كما يتم مع الآخرين، ويبدو أنهم يحاولون ركوب الموجة مرة أخرى. لقد أظهرت التظاهرات المنظمة والمدفوعة الثمن من أطراف العملية السياسية وهتاف بعضها كلا كلا للعراق ورفع العلم الإيراني فضيحة ومحدودية جماهيرها، لتظهر أقلية في المشهد العراقي يقابلها غالبية وعت بشكل كبير بما يجري في العراق، غالبية تقرأ أحزاب العملية السياسية دون استثناء وتقرأ جيدا مخططات الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أفضل من أي محلل سياسي. لا تخدعها مماحكات الأحزاب فيما بينها ولا حملات التخدير بالتغيير والتيئيس التي يراد بها إجبار الشعب العراقي على القبول بالعملية السياسية وأحزابها، وبالأخص قمع أي ثورة قادمة يمكنها هذه المرة ألا تبقي للمنطقة الخضراء أي أثر. اضطرت الولايات المتحدة إلى الانسحاب من أفغانستان وهي تجر أذيال الخيبة بعد أن حاربت طوال 20 سنة لهزيمة خصمها حركة طالبان وتثبيت حكم وكلائها الأفغان. وراح ضحية التدخل الأمريكي في العراق نحو 180,000 من المدنيين والعسكريين الأفغان، فيما اضطر زهاء 6 ملايين أفغاني إلى النزوح طلبا للسلامة، بينما قتل في الجانب الأمريكي 2,400 عسكري وأصيب الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة. واستنزفت العمليات العسكرية تلك أكثر من $1,000,000,000,000 من الخزينة الأمريكية التي دفعت أيضا $145 مليار لما أسمته إعمار أفغانستان. وظلت الولايات المتحدة تزعم منذ انسحابها من أفغانستان ووصول حركة طالبان إلى السلطة أن الفراق بين الطرفين كان بمعروف، ثم قررت فجأة وقف تسليم حكومة طالبان أي قسم من أرصدتها البالغة $9 تريليون في البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية، ولا تبرير أو تفسير لهذا القرار سوى أنه من باب الكيد والانتقام، وربما لأن واشنطن في حاجة لتدوير أي فلس في خزائن بنوكها لدعم أوكرانيا في حربها على روسيا. هناك مئات الحسابات المصرفية التي تخص أشخاصاً وجهات اعتبارية من مختلف البلدان تحت التجميد في الولايات المتحدة الأمريكية، لا لأمر سوى أنهم من بلدان مغضوب عليها أمريكياً. ومع هذا فهناك أكثر من 25 تريليون من الدولارات تستثمرها دول العالم في الولايات المتحدة، بينما هناك زهاء 20 تريليون دولار أمريكي تستثمرها شركات وأفراد من الولايات المتحدة الأمريكية في دول العالم الأخرى، دون خوف عليها من التجميد أو المصادرة، لأنه ما من دولة تمارس القرصنة البنكية دون وازع أو رادع سوى الولايات المتحدة الأمريكية.
صارت الولايات المتحدة صاحبة الأمر والنهي في شؤون دولية عديدة، تساند دكتاتورا في بلد ما وتطالب بلدا آخر بتطبيق نظام ديمقراطي تعددي، وتؤدب ثالثة عسكريا إذا صارت ناشزا، وتفرض نفسها حاميا لفوائض الأموال من مختلف المصادر، ثم تصبح الحرامي الذي يضع يده على تلك الأموال ويستفيد من تدويرها بحجة أن صاحب المال يستحق العقاب، إلى أن يعود إلى جادة الصواب الذي هو بيت الطاعة. نشرت صحيفة The Times البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن الاشتباكات في باكستان بين الشرطة وأنصار عمران خان التي قد تؤدي إلى إعادة حكم الجيش. وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته عربي 21 إن عمران خان وصل إلى السلطة في باكستان قبل 4 سنوات وقدم وعودا بالإصلاح الاقتصادي ووضع حدا للفساد وسياسة الأسرة الحاكمة، وفتح فصلا جديدا لبلد لم يشهد منذ الاستقلال في عام 1947 زعيما منتخبا ديمقراطيا، لكن أطيح به هو الآخر من السلطة بعد تصويت المعارضة بحجب الثقة عنه في نيسان أبريل الماضي. وقد أدى ارتفاع التضخم والأزمة المالية التي تركت باكستان تعاني من ضعف الاحتياطات الأجنبية فضلا عن الاعتقالات التعسفية للمعارضين، الأهم من ذلك انعدام الثقة المتزايد في الجيش القوي إلى تقويض جاذبيته الشعبوية. يواجه خان حاليا التوقيف والمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب إدانته الأخيرة للشرطة وقاض رفيع المستوى، ولكنه رفض قبول استبداله كرئيس للوزراء من قبل شهباز شريف، وحرض مؤيديه على تنظيم مسيرات حاشدة لإثارة معارضة ضد النظام القضائي والجيش اللذين يتهمهما بالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير النظام بسبب السياسات الخاصة بأفغانستان وروسيا والصين. وأثارت الاشتباكات العنيفة بين الشرطة وبين أنصار عمران خان مرة أخرى مخاوف من استيلاء الجيش على السلطة بعد الفشل في تشكيل حكومة مدنية فاعلة، وبدعم من الأجهزة الأمنية القوية احتفظ الجيش بالسلطة في باكستان لفترة طويلة. يسعى خان إلى إجراء انتخابات مبكرة، لكن تهديداته ضد ضباط الشرطة والقاضي قد تؤدي إذا أدت إلى محاكمة وإدانة بالإرهاب إلى عقوبة تصل إلى 14 عاما ومنعه من تولي هذا المنصب إلى الأبد. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. يعكف علماء الأحافير على استخراج بقايا ما قد يكون أكبر ديناصور يتم اكتشافه في أوروبا من حديقة خلفية لأحد المنازل في البرتغال. وقد اكتشف الهيكل العظمي المتحجر للديناصور المعروف باسم سوروبود وهي في مدينة بومبال في وسط البلاد عام 2017 عندما بدأ الرجل أعمال البناء في منزله. تعتبر ديناصورات السوربود أكبر أنواع الديناصورات وأكبر الحيوانات البرية التي عاشت على الأرض على الإطلاق. تمتاز هذه الديناصورات برقابها وأذنابها الطويلة، وكانت تأكل النباتات وتمشي على 4 أرجل. وتمكن علماء المتحجرات من البرتغال وإسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر من استخراج أجزاء من العمود الفقري وأضلاع لما يحتمل أن يكون ديناصور، والتي تشير إلى أن زواحف العملاقة كان بارتفاع 12 متراً وبطول 25 متراً،
وقد عثر على الهيكل العظمي في صخور الرسوبية من الحقبة الجوراسية العليا، وهو ما يوحي بأن عمره يبلغ نحو 150 مليون سنة. يرتدي السعودي عبد الله العنيزي سترة ثقيلة فوق ثوبه وهو يجلس رفقة أصدقائه تحت الضباب الكثيف ورذاذ المطر في مدينة النماص جنوبا، التي هربوا إليها من حرارة تلامس 50 درجة مئوية في الرياض ومدن المملكة صيفا. يقضي العنيزي إجازته في النماص المعروفة بمدينة الضباب، والواقعة على بعد 120 كيلومترا شمال مدينة أبها في جنوب غربي البلاد، حيث تتسبب الرياح الموسمية الرطبة بانخفاض درجات الحرارة خلال الصيف، وترتفع منطقة النماص نحو 2800 متر فوق سطح البحر، وتحجب الغيوم والضباب الشمس معظم فترات النهار صيفا، وكذلك رؤية قمم جبالها الخضراء، ولا تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة خلال النهار في فصل الصيف، فيما تهبط إلى ما دون 17 أو 17 درجة ليلا. ومع تساقط الأمطار باستمرار، باتت الأشجار والنباتات تغطي أراضيها في مشهد غير مألوف في مدن البلد الخليجي الصحراوي. هذا وتقصد الأسر السعودية المتنزهات ومعها أطعمة وألعاب للصغار. الآن مع فيديو اليوم الذي اخترناه من مواقع الصحف. نلقاكم بإذن الله.